مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. نحمل لكم الحكايات والقضايا ونطرح شخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: عدن العاصمة المنكوبة بمياه الأمطار وغياب الدولة، منشأة الغاز بعدن معلم اقتصادي ومخزون استراتيجي، فاطمة علي فنانة تشكيلية تحدث ظروف الحرب والنزوح. مشاهدينا الكرام، لا تنتهي الأخبار والفعاليات والأحداث في محافظة عدن، نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم تلك الأحداث والأخبار. وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرة محملة بمساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الأمطار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة. المساعدات مقدمة من تحالف دعم الشرعية الذي أعلن عن تسيير جسر جوي لإغاثة المتضررين، وكان في استقبالها محافظ عدن أحمد سالم ربيع ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي. تفقد وكيلا وزارة الداخلية لقطاعي الموارد البشرية وخدمات الشرطة اللواء الركن عبد الله يحيى جابر واللواء محمد مساعد الأمير، تفقدا سير العمل ومستوى الانضباط في إدارة شرطة عدن عقب إجازة عيد الفطر. وطاف الوكيلان مختلف إدارات الشرطة وأشادا بدور منتسبيها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالوقت والزي الرسمي وبذل كافة الجهود لخدمة المدينة والمواطنين. أقام اللواء 39 مدرع بالعاصمة المؤقتة عدن حفلا تكريميا لأسر الشهداء في الذكرى الرابعة لتحرير المدينة من ميليشيا الإنقلابيين، وعبر الحاضرون عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم الذي قالوا إنه يمثل وفاء وعرفانا لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة لأجل الوطن. منخفض جوي وأمطار غزيرة سببت العديد من الأضرار لمحافظة عدن، ومديرية صيرة إحدى تلك المحافظات المتضررة. لنتابع. مواسم الأمطار لم تعد مفرحة لأهالي مدينة عدن العاصمة المؤقتة التي لم تنعم يوما بالأمن والاستقرار الخدمي منذ تحريرها قبل 4 أعوام من ميليشيا الإنقلابيين. يدخل البيوت، يدخل الده من الأمام من الخلف، إذا ما تسدها من الأمام تجي لك من الخلف مجاري، وأمامك الطين هذا كله لأنه كله نزول لهنا، كله تجمع هنا، يعني لا شفاط لا أي خدمة تسويها إلا الشباب، شباب أهل المنطقة هم اللي تعاونون على هذا العمل. خارجين من حالة حرب، وما زلنا في حالة حرب طبعا، وما زلنا في حالة حرب، وكثير من المعدات تنقص المديرية، ولأنه كثير من المعدات والآليات سرقت أثناء فترة الحرب ولم يتم التعويض حتى هذه اللحظة لهذه الآثات. يعني أصبحت بدل ما كانت مثلا تمثل 100% أصبحت الآن لدينا 50%، وال50% هذه أيضا بعضها قد تستهلك وبعضها تتعطل وتصبح عاد مقادرة على العمل. المنخفض الجوي الذي تأثرت به عدن مطلع الأسبوع خلف أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات والخدمات، خاصة في الأحياء القديمة والشعبية جنوبي وشمال المدينة. في مرسابة، شارع مرسابة في حي القطيع في كريتر عدن، أرجو من الجهات المختصة الاهتمام في هذه المنطقة أكثر من أي منطقة أخرى، لأن كل الترسبات اللي تأتي من صهاريج طويلة وعدروس وكل المناطق في مرسابة، لأن اسمها مرسابة ترسبات وأمراض وبيئة كلها، وامتلكاتنا النظر في هذا اللي ما الله بعوضنا فيها، لأن نحن على قدر حالنا موظفي الدولة معنا على راتبنا لا أقل ولا أكثر. هذا المنطقة تعتبر منطقة منكوبة، ما في أي مسؤول يعني نزل ولا صلح ولا ينزلوا نصلح لهم دراسات، نصلح لهم خط السير هذا، لأنه بندوا كل المخارج النار بصلحوا. نحن ساقة من هنا لما بعد الهجرة والباقي بينزل جرافيتيشن، ما صلحوا احنا اي حاجة، لكن حل قدي ما فيش. البيوت مشرقة،
يعني حالة الحين حالة. المفروض الدفاع المدني حقنا يجيبوا 3-4 شفاطات مشان المي أي منسوب المياه، حتى لو طلع منسوب المياه ولا حاجة في معانا شفاطات هنا يعني تسحب المي في وقته، مش لما يدخل المي داخل البيوت وبعدين يجيبوا لنا شفاطة وبعده شفاطة واحدة. أغرقت سيول الأمطار مخيمات النازحين في مديرية دار سعد وأحياء سكنية في مديريتي الصيرة والمعلى، وطمرت منازل المواطنين وحصرتهم لساعات طويلة قبل أن تتدخل السلطات المحلية مسنودة بجهود المواطنين لمساعدة المتضررين وإعادة فتح الطرق أمام العالقين. كل مرة ينزل فيها المطار في هذه المنطقة دائما تأتي السيارات الشفاطات من بعد ما يقوموا الأهالي بالواجب وزيادة. طبعا هذا كله شراكة مجتمعية، الأهالي يخرجوا، الشباب يخرجوا ويقوموا فتح هذه المجاري وهذه المجاري. مجلس محلي لا حياة لمن تنادي، محافظة لا حياة لمن تنادي للأسف الشديد. هناك بند في بالمديرية وهو بند الكوارث، هذا البند له ميزانية مخصصة. سؤال، أين هي؟ لا توجد. مشاريع صغيرة ممكن تنفذ وتحل هذه المشكلة، ولكن لا حياة أيضا لمن تنادي. افترض أنه تكون هناك معالجات شاملة يعني من قبل الدولة من قبل السلطة المحلية، بحيث أنه يتم تعويض هذه النواقص التي حدثت في داخل المحافظة وفي داخل المديرية، والعمل على إيجاد أكثر من الذي كان في الماضي حتى يعني، بحيث أنه نحن نقدر نواجه مثل هذه الكوارث وهذه الأشياء يعني. ما تزال العاصمة المؤقتة محاطة بالمخاطر مهددة بالكارثة نظرا لتهالك بنيتها التحتية وافتقار المدينة إلى المشاريع الخدمية، لا سيما إصلاح الطرقات وتحسين شبكات الصرف الصحي وشق قنوات جديدة لتصريف مياه الأمطار. نرحب اليوم بالأستاذ خالد سيدو مدير عام مديرية صيرة، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا أستاذ خالد. اليوم لقاءنا لكي تضعنا أمام حجم الكارثة أو الوضع الذي حدث خلال الأمطار التي سببها المنخفض الجوي في اليومين الماضيين. بداية لو تضعنا أمام حجم الكارثة أستاذ خالد ونتحدث ما هي الأضرار بشكل عام التي حدثت في مديرية صيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب بقناة القيس التي عودتها دائما أن تزور مديريتنا في حالة وجود مشاكل ومصاعب تواجهنا. بالنسبة لما حدث في تاريخ 8/6 أثناء هطول الأمطار، نظرا لكمية الأمطار التي هطلت على المنطقة حدثت هناك بعض الأضرار البسيطة في بعض المنازل. طبعا معروف أن مدينة كريتر أو مديرية صيرة أغلبها مساكن قديمة، مدينة قديمة أثرية تعتبر، لكن الحمد لله نقول أنه لم نقول هناك كارثة، ولكن نقول هناك أضرار تتفاوت ما بين كبيرة ومتوسطة وبسيطة. معظم هذه الأضرار تركزت في المناطق المنخفضة التي تقع في مجرى السيول، وخاصة منطقة حي الصمود ومنطقة العطية ما تعرف في منطقة المسابة، ونتيجة هطول كمية كبيرة من الأمطار. ذكر ذلك وجود حاجز البنك في الخط الرئيسي، خط السير النازل من العيدروس، كان سبب رئيسي في تدفق الامطار الى داخل هذا الحي، مما تسبب الى دخول الامطار او وصول منسوب الامطار الى حوالي 80 سنتيمتر او قريب المتر. هذا ادى الى وجود اضرار في المنازل، وجود اضرار في اثاث المنازل وبعض الاجهزة الكهربائية في المنازل. طبعا تواجدنا منذ اللحظات الاولى في هذه المواقع، وخاصه في منطقه الدرسابه والحصاف، على اعتبار ان هذه المنطقتين اكثر مناطق انخفاضا داخل المنطقه، تقع تحت مناطق وقوع منطقه جبليه، لهذا تضررت كثيرا. لكن وجود فرق الطوارئ المسبق جهازها كان قبلها بيوم، خاصه فرق الطوارئ الخاص بالصرف الصحي، ساعد كثيرا على تقليص هذه الاضرار وتخفيف من هذه الاضرار. لكن نقول ايضا لم تكن الاليات كافيه. قبل ان نتحدث عن الاليات استاذ خالد، ماذا قدمتم انتم كسلطه محليه ومدير مديريه لمديريه صيره من محاولات انقاذ او يعني حتى تستطيعون على الاقل ان تشملوا الوضع بشكل افضل؟ كانت اهم مشكله امامنا هو تقليل من نسبه المياه المتجمعه في المناطق المنخفضه. طبعا كان لدينا شفاط حي كبير ساعدنا كثيرا. أضيف سابقا بأنه كان
أما الطوارئ خاصة فريق الطوارئ الخاص بالصرف الصحي كان جاهز، عمل على فتح المناهل، عمل على تخفيف من ضغط المياه المتواجدة داخل هذه المناطق المنخفضة، هذا ساعد إحنا كثيراً في التخفيف من آثار هذه الأمطار. هل هناك بيوت تضررت بشكل كبير مثلاً؟ هل هناك بيوت جرفها السيل أو جرفتها الأمطار؟ نقول الحمد لله لم يتم هناك جرف أي منازل، ولكن تضررت المنازل بدخول المياه إلى داخل هذه المنازل وإتلاف جزء كبير من آثاث المنازل وأجهزتهم الكهربائية. وكما أسلف سابقاً حوالي وسط ارتفاع المنسوب إلى 80 سنتي داخل هذه المنطقة، وهذا منسوب غير عالي. لهذا نحن نناشد الأخوان في الشرطة المحلية في المحافظة والحكومة بمساعدة هذول المواطنين اللي تضرروا، خاصة في هذه المنطقة المحافظة اللي هي زي ما أسلف سابقاً أيضاً في القطيع والخصاف أكثر المناطق اللي تضررت بدخول المياه داخل هذه المنازل. الحمد لله لم تكن هناك خسائر بشرية، اقتصرت الخسائر في الجانب المادي اللي هي زي ما قلت الآثاث والأجهزة الكهربائية. ما هي الصعوبات التي واجهتموها أستاذ خالد حينما نزلتم، ويعني بشكل عام، والتي أيضاً والتي واجهتها فرق الإنقاذ في المديرية؟ من أهم الصعوبات عدم توفر الآليات الكافية التي تساعدنا على شفط هذه المياه، أضف إلى ذلك عدم توفر آليات نقل القمائم، لأنه أثناء نزول بداية نزول المطر نستغل مع الأخوان في صندوق النظافة ممثل مكتب النظافة في المديرية بالنزول واخذ القمائم في الخطوط الرئيسيه الواقعه في خط سير السيول، عملوا جاهدين، لكن قله هذه الاليات شكلت عائق امامهم مما هو سبب في وجود بعض الاضرار. زي ما قلت الاضرار تفاوت ما بين كبيره ومتوسطه وبسيطه، لكن نقول لن تصل الى حجم الكارثه. لو نتحدث عن يعني نفند الاضرار المتوسطه والاضرار الكبيره والاضرار البسيطه، لو نتحدث عنها بتفصيل اكبر. وصلنا بلاغات من بعض المواطنين تضرر بعض المناطق، تشقق بعض الجدران في منازلهم، خاصة في المناطق الجبلية المرتفعة مثل شعب العدروس حوالي لدينا بلاغين تشققات، تم النزول وحصر هذه الأماكن والتأكد من هذه البلاغات، لكن لا توجد هناك انهيارات، لا توجد هناك جرف لأي منازل. هذه تعتبر من الضرر الكبير، لكن الضرر البسيطة المتوسطة تتمثل بدخول المياه إلى داخل غرف المنازل، إلى معظم غرف المنازل، لما نقول كل الغرف. بالنسبه واما بالاضرار البسيطه هي تراكم الحجار والطين والطميه اللي ناتج عن هذه السيول، وهذه تؤثر على حركه سير المواطنين وعلى حركه سير المركبات وشكلت عائق امامنا، لكن الحمد لله استطعنا من خلال التواصل مع الاخوان في الصرف المحلي في المحافظه لتوفير بعض الاليات او استئجار بعض الاليات التي عملت على فتح هذه الطرقات وازاله العوائق التي عملت على اغلاق هذه الطرقات. نحن لازلنا في إطار العمل في إزاحة هذه العوائق وإنشالها حتى يتم إدخال المواطن من مسير انسيابية، تسير أيضا المركبات الانسيابية وتعود الحياة إلى طبيعتها العامة. هل احتجتم إلى معونات يعني تفوق قدرات السلطة المحلية؟ طبعا نحن على دراية بإمكانات الأخوان في السلطة المحلية في المحافظة، وهم لم يدخلوا علينا في توجيه أو توفير بعض الآليات المتاحة أمامهم، طبعاً هي لا تكفي، ولكن أدت الغرض وقللت الأضرار وعملت على تصحيح بعض الاختلالات التي حصلت نتيجة هذه السيول. نعم، دول التحالف والتحالف بشكل عام كان قد وعد بتقديم معونات إغاثية، هل جاءت هذه المعونات وماذا كانت طبيعتها؟ طبعاً نحن لا نسلم أي معونات غذائية أو إسعافية من دول التحالف أو الإمارات، ولكن سمعنا إعلاميا ميدانيا لم نسلم أي شيء، كل ما قمنا فيه جهود ذاتية في إطار السلطة المحلية في المديرية والمحافظة لا غير. هذا بالنسبة لمن سمعته إعلاميا، ولكن هل مثلا جاءتكم وعود بأنه المعونات ستصل ولكنها تأخرت ربما؟ لم تصلنا معود ولم نستلم أي توجيه أو معلومات باستلامنا هذه المواد. نحن عملنا على حصر المضررين في المنطقة في المديرية، ولكن لحد الآن لم نستلم أي توجيه أو أي معونات من أي جهة كانت، من السلطة المحلية أو من التحالف، لكن كل ما استلمناه هو المعدات التي استطعنا أن نعمل فيها ميدانيا في إطار المديرية وهي الخاصة بالسلطة المحلية في المحافظة. اليوم الذي تحتاجه مديرية صيرة أستاذ خالد لكي تستطيع مواجهة هكذا مواقف؟ طبعاً اللي نحتاجه الكثير،
خاصة فيما يتعلق بضرورة توفير الآليات التي نحتاجها خدميا، آليات للصرف الصحي، آليات لجمع القمائم، هذه تعتبر من أهم الأشياء التي نحتاجها، إضافة إلى تحسين شبكة الكهرباء داخل المديرية. نحن بحاجة لتوفير شبكات هوائية حديثة جديدة أو تستبدل، لأن أغلب الشبكة القديمة وتزايد عدد السكان أضاف إلى تواجد النازحين داخل هذه المديرية أضاف عبء على هذه الشبكة، لهذا نرى انقطاعات أو بعض الأضرار في شبكة الكهربائية القديمة، لهذا نحن بحاجة إلى استبدال هذه الشبكة وتحديثها. بالنسبة للبناء العشوائي، هل يقع على المواطن أي مسؤولية مثلا في تحمل جزء من هذه الكارثة التي حدثت، أو مثل ما قلتم هذه الصعوبات أو هذه الأشياء التي حصلت للمديرية، هل البناء العشوائي يتحمل جزء من هذه الأمور التي حدثت للمديرية؟ طبيعي جدا أن يكون العشوائيات عمل رئيسي في مثل هذه الأضرار، لأن هناك بعض المنازل الشعبيه بنيت بالقرب من مقار السيول او على اقدام مقار السيول، وهذه تعتبر عائق لمقار السيول. لكن نحن قبل حوالي شهر او شهر ونص كانت هناك عمليه تصفيه شامله لمقار السيول، يعني من حسن حظنا ان الخوف السلطه المحليه بالمحافظه بالتنسيق مع مكتب الصندوق الاجتماعي قاموا بحمله تصفيه مقار السيول، وهذه كانت من العوامل المساعده لعدم تفاقم الكارثه التي كانت ستحدث لولا تم تصفيه هذه المجاري. كما اسلف سابقا كريتر منطقه جبليه وفيها ثلاثه اوديه تنزل منها السيول، هي من خط الايدروس وطويله سوق البلدي السائل البحر وخط وادي الخصاف الذي ينزل من الخصاف الى شارع عروه والبحر. طبعا تصفيه خطين من هذه الخطوط حدث كثيرا من تفاقم هذه. هل لديكم خطه او خطط في السلطه المحليه في المجلس هنا المحلي في مديريه صيره لتحسين البنيه التحتيه للمديريه؟ طبعا لدينا خطط استراتيجيه بالتنسيق مع الخمس سلطات المحليه في المحافظه، وذلك من خلال برنامج الاستثماري المقر والمعتمد من قبل السلطه المحليه في المحافظه، والتي من خلاله نعمل على تحسين البنيه التحتيه الخدميه من صرف صحي ومياه وشبكه كهرباء، وايضا الجانب الصحي، الجانب الصحي متمثل في إعادة تأهيل المجمعات الصحية في المديرية، وهي مجمع الميدان ومجمع القطيع. أضف إلى ذلك أيضا معنا مشاريع تتعلق بالجانب التعليمي في التربية، في إضافة بعض الصفوف أو إعادة تأهيل بعض المدارس اللي بحاجة لتأهيل، لأنه كم المتقدمين للدراسة تفوق قدرتنا استيعابها داخل المدارس لعدة أسباب، أهمها وجود النازحين لدينا بشكل كبير، والفئات العمرية التي تتحرك بالدراسة من النازحين هي الفئة الأكثر. لهذا برنامج الاستماري شمال الجانب الخدمي، وإن شاء الله ينفذ في هذا العام. اليوم هل شبكات الصرف الصحي في المديرية قادرة على التخلص من مياه الأمطار؟ طبعا نسبيا نقول نعم، لأنه نحن خلال العام الماضي عملنا على إعادة تأهيل بعض الشبكات الصرف الصحي داخل المديرية، وهذا ساعدنا كثيرا. نضيف الى ذلك انه في لدينا مصارف للامطار قديمه من ايام بريطانيا، ولكن للاسف مع توالي السنين وتراكم هذه الاتربه والحجاب داخل هذه المصارف ادت الى انسدادها، لكن جزء منها يعمل وجزء الاخبار لا يعمل. لكن زي ما قلت لك سرعه في اتخاذ الاجراءات من قبل الاخوان في الصرف الصحي وفتح المناهل وتصريف المياه اول باول ساعد كثيرا من تفاقم هذه المشكله. توجد كذلك أخبار بأن المنخفض الجوي الذي تعرضت له المحافظة لم ينتهي بعد، إذا ما استمر أو عاد المطر مرة أخرى ليوم أو يومين، هل المديرية قادرة على مواجهة هذا التحدي؟ طبعا نحن نتمنى أن لا تعود، ولكن بالأخير المطر أمطار خير بإذن الله تعالى، ونتمنى أن تكون أمطار خير، ولكن إن حدثت نحن وفق الإمكانات المتاحة أمامنا لن نتوانى أو ندخل في بدل كل الجهود التي تساعد على رفع أي أضرار عن كاهل المواطنين. ونتمنى أيضا زي ما نقول الأخوان في السلطة المحلية أيضا في المحافظة بعد ما لاحظوا هذه الكارثة أن يسرعوا في مدنا بالآليات التي تساعدنا على التخفيف من المعاناة.
هل هناك مخاطر لربط شبكة التيار الكهربائي في ظل وجود السيول سيول الأمطار التي سببتها الأمطار الغزيرة؟ لا توجد هناك أي ضرر، بالعكس حتى أثناء فترة الأمطار كانوا عمار طوارئ في شبكة الكهرباء يعالجوا بعض المشاكل التي كانت تحدث، والأماكن التي كانت أكثر تضرر قطعت عنها الكهرباء حتى لا تتفاقم المشكلة، ولكن أعيد التيار الكهربائي فور انحسار هذه المياه ورفع الأضرار، خاصة المياه كانت هي كانت السبب الأكبر أو العائق الأكبر في إعادة شبكة التيار الكهربائي، لكن بشفط هذه المياه ورفعها من مواقع ترسباتها أعيد التيار الكهربائي، أعتقد أن منطقتنا كانت أسرع منطقة والأكثر إعادة التيار فيها قبل الإخوان في الكهرباء، وهذا يعتبر نحن نريدها فرصة نوجه لهم الشكر. فرقة الطوارئ كانت تعمل معنا من خلال فترة المساء والفجر حتى ثاني يوم الصباح، وهذا ما ساعد كثيرا على عدم وجود أي كوارث أو وفيات بسبب هذه الكهرباء اللي جينا في المديرية. تضافرت الجهود أستاذ خالد وكل يعني قدم المساعدة التي يقدر عليها، لو نتحدث مثلا عن ما قدمته وزارة الصحة أو مكتب الصحة في المديرية، ماذا قدم للمساعدة لمساعدة المواطنين؟ طبعا كانت هناك توجيهات مسبقه من اخوان السلطه المحليه بالمحافظه عبر مكتب الصحه في المحافظه بضروره رفع الجاهزيه في المجمعات الصحيه، وهذا ما حدث، ولكن زي ما قلت لك ما لم تحدث لدينا اضرار تستدعي نقل بعض المواطنين الى هذه المجمعات، ولكن كانت المجمعات مفتوحه وكانت تستقبل الحالات العاديه الحالات البسيطه، لم توجد لدينا حالات تستدعي يعني حالات وفيات او اضرار جسيمه في المواطنين بحيث نتوقع هذه المجال، لكن ظلت المجمعات مفتوحة وظل الجاهزيتين مرتفعة إلى وقتنا هذا، لا زال التوجيه لديهم برفع الجاهزية لأنه في أي لحظة ممكن تنزل الأمطار، لا زال المنخفض قوي يحوم حولنا حول المنطقة ونتوقع هطول الأمطار في أي لحظة، لهذا لابد من نكون مستعدون لمواجهة هذه الأضرار بكافة سبل كان بصرف صحي أو كهرباء أو مياه أو صحة. أستاذ خالد، اليوم الأضرار التي حدثت كيف يمكن التخفيف منها؟ طبعا نحن بدانا من اول يوم او منذ اللحظات الاولى بهطول الامطار بالعمل على التخفيف من هذه المعاناه من خلال شفط هذه المياه عدم السماح بتراكمها، ولكن كانت كميه المطار التي هطلت اكبر من امكانياتنا، ولكن نقول الحمد لله استطعنا ورب القدر اليسير ان نخفف من هذه المعاناه واختصرت الاضرار زي ما قلت اضرار ماديه، نقول الحمد لله انها لم تتسع وتصل الى اضرار ماديه. ايضا نازلنا لحد الان نحن نعمل على رفع المخلفات التي تسببت في الامطار من احجار وطمأ السيول، لانه زي ما قلنا المناطق المنخفضه اللي هي الخصاف وحي الصمود اللي هي المرسابه والطويله هي مناطق تعتبر مناطق منحدره منخفضه، اثناء الامطار ترسبت فيها الحجار والاكمام ادت الى قطع الطرقات وصعوبه في تنقل المواطنين والمركبات، لكن اشتغلنا خلال هذه اليومين ولا زلنا الان المعدات والجرافات تشتغل في الميدان، وبإمكانكم بعد انتهاء اللقاء ننزل ميدانيا للتحقق من هذا الكلام انه لو قدرنا. ولا ننسى ايضا ان نذكر انه في بعض رجال الاعمال الخاص راس المال الخاص قام بمساعدتنا بالذات يوم امس بتوفير بعض الاليات والشيول وبعض الاليات لرفع المخلفات، وهذه بادره طيبه ان نشارك راس المال الخاص بيرفع معانا عن مكان المواطن، وايضا نوقع عتاب لبعض المواطنين الذين يتدخلون في اعمال السلطه المحليه اثناء حدوث الكارثه ولا يدعون اصحاب الشان الاختصاص ان يقوموا بعملهم، وهذه تعتبر كانت من المسائل التي عملت اعاقه حركه العمال في الميدان للاسف شديد من بعض المواطنين كانوا حماس او البعض يبحث عن ظهور اعلامي، وهذا لا يصح، يجب ان مثل هذه الكوارث ان يعطي المواطن للعامل المختص صاحب ذات الشان في استكمال عمله. استاذ خالد، هل يمكن ان تكون هناك تعويضات ماديه او مبالغ ماليه، تعويضات تدفع للناس المتضرره بيوتهم؟ طبعا اذا استثنينا اصحاب المنازل العشوائيه. نحن اذا كان هناك تعويضات لا نستثني احد لانه بالاخير هو مواطن متضرر ويستحق التعويض، لكن نحن دورنا نقصر في رفع هذه الاضرار او حصر هذه الاضرار ورفعها للاخوان في السلطه المحليه بالمحافظه وهم اصحاب القرار في التعويض، نحن لا نريد ان نعطي وعود لا نكون عند حزم تنفيذها، لهذا نحن سنعمل على حصر هذه الاضرار ورفعها للاخوان في السلطه المحافظه لاتخاذ قرار فيها.
ذكرتم أستاذ خالد، ومثل ما هو مثل ما يقال أيضا في الإعلام وفي المراصد الجوية بأن المنخفض الجوي لا يزال يحوم حول المحافظة، ألا ترون اليوم بأن المديرية والمحافظة بشكل عام في ظل الإمكانيات الضئيلة التي لديها، ألا ترون اليوم بأنه يجب أن نطلق أو تطلقون من خلال مكانكم نداء استغاثة لدول التحالف أو لأي كان حتى يساعد في حال عاد هذا المنخفض الجوي من جديد لتقليل الكارثة إلى أكبر قدر ممكن؟ أعتقد أننا نصل بحالة إلى إطلاق نداء استغاثة. الأخوان في دول التحالف عايشين بين أوساطنا الذين هم عسكرتنا داخل هذه المدن، أعتقد أنهم ينبغي أن يكونوا أكثر قرب منا ولا ينتظروا استغاثة يمدوا العون للسلطة المحلية كانت في المديرية أو المحافظة في توفير المعدات التي تحتاجها في الميدان، لأننا تضررنا نحن سنتضررهم، وأعتقد أنهم لم يظلوا متفرقين علينا ولن يحتاجوا إلى استغاثة. يجب أن يبادروا من ذاتهم في تقديم هذه المساعدات حتى لا يكون هناك أضرار وتنعكس ميدانيا على المواطن. ختاما أستاذ خالد، رسالة أخيرة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ نتمنى أن تتوفر لدينا الإمكانات التي تساعدنا في تنفيذ أعمالنا بالشكل المطلوب حتى لا يصل المواطن إلى تدمر من التقصير الذي حصل حاليا، لأن المواطن لا يعين. نحن خارجين من حرب ولا زالت الدولة في طور الصحيان، يعني لهذا نحن نوجه أيضا كلمة للقوم في الحكومة لمساعدتنا في السلطة المحلية في المحافظة أو في المديريات في توفير هذه المعدات التي نحتاجها ميدانيا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الخدمي الذي يمس حياة المواطن داخل هذه المديرية. الأستاذ خالد سيدو، مدير عام مديرية صيرة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شركة الغاز بعدن تأسست منذ ثمانينيات القرن الماضي وهي تزود المحافظة بالغاز منذ ذلك اليوم. منذ ثمانينيات القرن الماضي عرفت عدن منشأة الغاز كمرفق اقتصادي حيوي يعمل على تزويد المدينة بمادة الغاز المنزلي. تسعينيات القرن الماضي تم هيكلة المنشآت تحت مسمى الشركة اليمنية للغاز كمؤسسة حكومية تجارية تخضع لوزارة النفط والمعادن. تلعب الشركة اليمنية للغاز دوراً هاماً واستراتيجياً لتنويع المصادر الاقتصادية للبلاد من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتصدير. شركة الغاز في عدن مصنعاً لتعبئة اسطوانات الغاز يعمل على تأمين الاحتياج الضروري من الغاز المنزلي. يوفر مصنع تعبئة الغاز فرص عمل محلية بالإضافة إلى كادر فني متخصص نظراً لطبيعة عمله التي تحتاج إلى عمالة دائمة تتناوب على إنجاز العمل. يعتبر الغاز المنزلي أحد المستلزمات الضرورية للحياة ولا تخلو أكثر الأماكن في عدن من وجود مراكز عامة لتوزيع اسطوانة الغاز المحكمة التعبئة والكمية. رغم قدم مصنع تعبئة الغاز
إلا أنه ما يزال يؤدي دوره الوظيفي في تأمين الاحتياج المحلي من الغاز المنزلي لعدن وعدد من المحافظات المجاورة بصورة دائمة. غدا الاهتمام بمصنع تعبئة الغاز وتأهيله ضرورة حتمية لضمان استعادة نشاطه ودوره الريادي في الحياة. فاطمة الأصبحي فنانة تتجاوز بريشتها الصعوبات الحياتية وترسم بألوان السلام لوحات إبداعية تحمل العديد من الرسائل. من تعز الحالمة إلى ثغر اليمن انتقلت الفنانة التشكيلية فاطمة علي محمد الأصبحي بعد الحرب الغاشمة التي شنتها ميليشيا الحوثي على تعز تصحبها موهبتها في الرسم وشغفها للريشة والألوان. اسمي فاطمة علي محمد الأصبحي من محافظة تعز، من مواليد تعز سنة 93. أحب الفن بجميع أشكاله، يعني من خط وزخرفة وألوان زيتية، أقلام رصاص، ألوان خشبية. أحب أتعرف على جميع أنواع الفنون. من الرسم على الكرتون إلى التخصص في دراسة الفن التشكيلي، تشكلت الموهبة الفنية فاطمة علي لم تثنيها ظروف الحرب والنزوح عن مواصلة هوايتها المفضلة رسماً ودراسة، فالتحقت في قسم الفنون التشكيلية بكلية الآداب في جامعة عدن لتبدأ مرحلة جديدة في عالم الرسم والإبداع. البداية كان هو مجرد حب، يعني كنت أحب أتابع البرامج الكرتون حق، يعني كان في مسلسلات، في برامج تعليمية زي كيف ترسم الكرتون، في عدة برامج، فكنت دائما أحب أنني أتابع وأقلد. كان مجرد أنه فقط تقليد لا أكثر ولا أقل. كملت الإعدادية، فالوالد الله يحفظه قال لي إيش رأيك تواصلي يعني المعهد التقني في مجال الفنون التشكيلية. قلت له خلاص أوكي تمام. رحت شفت المكان وكذا، وفي يعني كان مدرسين يعني ما شاء الله. دخلت المعهد والحمد لله يعني تخرجت منه واستفدت، وكانت من هناك البداية من المعهد التقني. فبعدين دخلت سنة كلية في محافظة، أيضا في محافظة تعز، وبسبب الحرب اضطرينا ننزح لعدن، فوصلت الدراسة هنا في جامعة عدن، وإن شاء الله السنة هذه خريجة يا رب. الفن التشكيلي بالنسبة لفاطمة علي شغف وحياة، والفنان يجب أن يكون هادفاً في عمله، صاحب رسالة في مجتمعه، يرى الأشياء بعين الجمال ويخاطب جمهوره بلوحات تعبر في الغالب عن خياله الواسع ونظرته للحياة. الفن بالنسبة لي حياة، حب، شغف. الحياة جميلة بالفن، يعني تخيلي انك تمشي مثلا شوارع، ما نقولش رسومات، نقول ألوان جميلة. الفنان جميل من الداخل، ما يحبش يشوف، ما يحبش الدمار، ما يحبش القتل، ما يحبش انه يشوف المناظر، يعني ما يحبش يشوف الأوساخ. الوضع جدا مزري، فالفنان دائما يحب انه يشوف الحياة جميلة، يحب دائما انه يشي يغير الناس. الفن تهذيب للنفس اولا، قبل ما يكون فن مشاهد، تهذيب للنفس انه يعلم الشخص الجمال، انه
ينعكس على شخصيته، على لبسه، على منظر على منظر البيت، منظر الشارع. فيعلم الإنسان الهدوء والرقي حتى في التعامل مع الآخرين. الفن صدق، يعلم الناس الصدق. تفضل فاطمة الرسم بالألوان الزيتية نظراً لعدم توفر الخامات الأخرى بالجودة المطلوبة، وتسعى إلى تجسيد الواقع في لوحاتها الفنية واستخدام الأنماط الكلاسيكية الهادئة. أفضل الألوان الزيتية، مع ذلك أحب أجرب خامات أخرى، لكن كل ما أجي أجرب خامات أخرى للأسف النوعيات الموجودة رديئة جداً، فأضطر أني أواصل مع الزيتي. يعني أتمنى أني أجرب الخامات الأخرى، بس أفضل الزيتي، الألوان الزيتية. ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الفن التشكيلي من أهم المعوقات التي تواجه الفنانين التشكيليين، إلى جانب الصعوبات المادية. وتأمل الفنانة فاطمة علي أن يحظى هذا الفن ومنتسبيه بمزيد من الرعاية والاهتمام من قبل الجهات المعنية. ضعف الوعي المجتمعي هذه أول صعوبة ممكن يواجهها الإنسان، يواجهها الفنان في أي مكان كان. يعني إذا في ضعف في الفهم المجتمعي ما تقدريش تغصبيها إنه يجي يشاهد معرض أو إنه يجي يفهم. يعني لما تجي تقول لا أنا خرجت فنون تشكيلية يقول لك إيش، يعني أنت إيش بتخرجي، إيش بتكوني رسامة، يعني ما يأكلش عيش بالنهاية. فهذه أول صعوبة ممكن الفنان يواجهها. بعدين الصعوبات المادية، يعني هذا أكثر صعوبات ممكن يواجه الفنان، صعوبات مجتمعية وصعوبات مادية. وزارة الثقافة تحاول نوعاً ما إنها تدعم الفنانين بحيث إنها تسمح لها تروح تعرض مثلاً لوحاتها في المجلس التشريعي، أو يعني تفتح لهم جهات خاصة بال يعني أماكن خاصة في الدولة عشان نشارك هناك في المعارض. لكن إنه اهتمام كنوع من الاهتمام والدعم المادي أو تشجيع، أو إنه يعني شخصيات كبيرة تحضر المعارض، للأسف مش موجود. يعني للآن مش موجود. شاركت فاطمة في العديد من المعارض الفنية منذ العام 2011، وتتطلع إلى أن يكون لها معرضها الخاص وحضورها المتميز في عالم الفن التشكيلي. شاركت في عدة معارض، شاركت في معرض سنة 2011، ومعرض في 2012 كان للفترة الانتقالية في تعز وهكذا، وشاركت في معرض في 2016 في عدن، ومعرض في 2018 اللي هو عدن الثقافية والتراث، عدن الثقافة والتراث، وآخر معرض كان معرض الحوار والرؤية في 2019. أتمنى أنني أفتح معرض، أنني أسوي معرض خاص فيبي، لكن مش الآن، لأني أشتي أنتج أكبر عدد ممكن من اللوحات، تكون لوحات متميزة. يعني مش حابة أشارك بالموجود الآن، لأنني ما أحسش أنها وصلت للمستوى اللي أنا أشتيه. يعني أشتي يكون معرض فعلاً يعني اللي يجي ينذهل، اللي يحضره يقول هذه فاطمة الأصبحية، هذه فنانة تشكيلية. يعني مش حابة إنه خلاص لا أشيل المعرض من الطبع في ذهن اللي يحضر المعرض. وإن شاء الله مش بس في اليمن، أشي أوصل لمشاركات عالمية. أتمنى إني أوصل لمشاركات عالمية في المستقبل. مشاهدينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.